لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأدب من رياض الصالحين: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا أسر إنسان إلى آخر حديثا فقد استأمنه عليه، وكأنه عاهده، كأنهما تعاهدا على عدم إفشاء هذا السر الذي بينهما. فهذه الآية وأوفوا بالعهد، الوفاء بالعهد، تتضمن بعمومها عدم إفشاء السر، لأنك إذا قبلت حين قال لك أن هذه الحاجة سر أو هذا الخبر سر، فقلت له وما هو، فأنت قد قبلت هذا العهد أنك سترعى هذه الأمانة وسترعى هذا العهد. وإن العهد كان مسؤولا معناه كان مسؤولا عنه يوم القيامة. العهد يسأل عنه العبد يوم القيامة: هل وفيت بالعهد أم لا؟ وهذا يشمل كل أنواع العهود الخاصة والعامة، ونعني بالعامة ما تكون الدولة فيه قد أعطت عهدا لدولة أخرى أو لأفراد آخرين، ويشمل ما كان بين الناس من تعاهدات. وظاهر هذه الأدلة وجوب الوفاء بالعهد، ومنه حفظ السر وحرمة إفشاء السر. وهذا يدلنا على خطأ ما لهج به كثير من المتأخرين من أن أبواب الآداب كلها على الاستحباب، فهذا من ضمن أبواب الآداب: حفظ السر، الوفاء بالوعد. وهذا الآية ظاهرة جدا في وجوب الوفاء بالوعد بالعهد وحرمة نكثه. ووجوب كتمان السر وعدم إفشائه، وأنه إذا أفشى سره فهو من شر الناس، وهذا ليس في ترك مستحب، والله أعلى وأعلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. ما يقع بين الزوجين لا شك أنه من السر، والإفضاء أن لا يكون بين المفضي والمفضى إليه حاجز أو ساتر، وهو مأخوذ من الفضاء، كما قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه، أي في المهر، وإذا أتيتم إحداهن قنطارا. قال عز وجل: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قد أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عن المعاشرة التي تقع بين الزوجين. ولذلك
الإفضاء بين الرجل والمرأة كناية عما يحدث بينهما عند الجماع. فإذا تحدث مع أي أحد عما يجري بينهما فهذا من شر الناس منزلة. فكيف إذا صور ذلك بالكاميرات الحديثة؟ كيف إذا نشر ذلك؟ فكيف إذا كان ذلك من خلال يعني في عمل محرم كما يحدث في المواقع الإباحية؟ نعوذ بالله من ذلك. وللأسف كثير من الأزواج مع السفر يختارون تصوير الزوجات من خلال الهاتف المسمى بالذكي، وبعد ذلك تظل هذه الصور والفيديوهات على الهواتف. قد تقع في يد من يصلح الهاتف أو بخيانة، أو إذا وقع نزاع بين الزوجين هددها بفضح هذه الصور. وكثير جدا مما يقع بين ما يسمون أنفسهم بالأصدقاء ويتبادلون الصور العارية، ثم بعد ذلك يفشي كل منهم سر الآخر. إذا كان الأمر المباح بين الزوجين إذا أفشي كان ذلك من المحرمات، فكيف بما هو شر من ذلك، شرور بعضها فوق بعض. لذلك نحذر من قضية تصوير الزوجة بالهاتف، لأن الصورة تظل، ولأن أصحاب الخوادم الشركات المشغلة للشبكات الهاتف المحمول تستطيع الاطلاع التام على جميع الصور. ونرى أن مثل هذا الأمر إذا وجد على الهاتف فهو من نشر سر المرأة بعد الإفضاء إليها، فلا بد من تجنب ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأزواج يفعلن الحديث عما جرى بينهم وبين زوجاتهم، وأن الزوجات يفعلن يتكلمن عما جرى بينهن وبين أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مثل شيطان لقي شيطانه على قارعة الطريق. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، تأيمت يعني مات عنها زوجها، صارت بلا زوج، وكان زوجها قد توفي رضي الله عنه، فقال لما حين تأيمت أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة. حفصة كانت حين مات زوجها كانت يعني صغيرة شابة، فعمر رضي الله عنه من حرصه عليها يبحث لها عن زوج صالح. قال عثمان قال: فعرضت عليه حفصة، عرض على عثمان أن يتزوج حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، أنا مش عايز أتجوز النهاردة. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه
فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني غضب أو حزن منه عشان هو ما ردش إيه علي. ما ردش عليه، يعني عثمان قال له أنا إيه قد بدا لي ألا أتزوج أمي هذا، مش عايز أتجوز النهاردة. قال فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. أخلاق عالية جدا رضي الله تعالى عنه. أولا لا يعيب الرجل أن يعرض ابنته على الرجال الصالحين، وكأن عثمان رضي الله عنه أبى أن يتزوج لأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته زوجته، ولا يريد أن يتزوج عليها. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد شيئا، لأنه لو قال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها لكان قد أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يذكرها ثم يعرض فيكون ذلك شديد الألم على عمر وعلى حفصة نفسها، فلم يكن له أن يتكلم بذلك، ولم يكن له أن يقول قبلت، ولم يكن له أيضا أن يقول لا أريد أن أتزوج، لأنه عزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو تركها لا قبلها هو وتزوجها هو، فكان الصمت خيرا من الجواب بأي من الاحتمالات الثلاثة. وهذا لا شك يعني من الأخلاق العالية التي تميز بها هؤلاء الصحابة مع حب بعضهم بعضا ومع البحث عن أفضل زوج يعني ابنة أحدهم، وحرصهم على مصلحة عمر وابنته حفصة رضي الله تعالى عنهم. وفي عزم أبي بكر لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فيه رعاية أبي بكر لخاطر عمر، وأنه لا يريد أن يحزنه بل يريد أن يسره، لكن دون أن يؤلمه بأي درجة لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها. ولقد كان بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة لأجل حدة فيها، فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة رضي الله تعالى عنها، وظلت أما للمؤمنين، مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني هي منقبة بس ماشية إيه
نفس مشية الرسول صلى الله عليه وسلم. دي حاجة بقى جينات، حاجات وراثية أو تعود، الله أعلم. فلما رأها رحب بها صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رجع فلما رأى جزعها سارها الثانية، يعني كلمها سرا، يعني كلمها في أذنها كلاما لا يسمعه الأخريات، فضحكت. فقلت لها عائشة رضي الله عنها: خصك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ يعني هي مستغربة أن هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمها إكراما عظيما أن يسر إليها دون باقي النساء. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فضل عائشة رضي الله عنها إيه؟ فاكرة الموضوع ومستنياه. هذا يدل على بقاء الود بين عائشة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها، رغم ما حدث من خلاف بين فاطمة وبين أبي بكر رضي الله عنه حين استخلف، ولكن ظلت فاطمة تعرف حق عائشة خلافا للروافض الجهال الذين يسبون عائشة ويطعنون فيها بل ويكفرونها ولا يرونها أما للمؤمنين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هي الصديقة المبرأة من بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. ففاطمة رضي الله عنها، هذا الحديث متفق على صحته، يدل على قوة العلاقة بين فاطمة رضي الله عنها وعائشة، وأن فاطمة ترى أن لعائشة عليها الحق لأنها أم المؤمنين. فقالت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: أما الآن فنعم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، والرواية المشهورة أنه كان يعارضه كل سنة مرة. يعارضه القرآن يعني يقرأ عليه القرآن ويرتبه له ويجعل السورة الآية الفلانية في السورة الفلانية ما في رمضان، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. يعني يسبقها إلى الله عز وجل فهو سلفها. فبكيت بكائي الذي رأيتي.
فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيتي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية أنه قال لها أنك أول أهلي لحوقا بي، فضحكت، يعني بقول لها هتموتي، ولكن لأنها تريد أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم الحقنا بهم صالحين. وفيه فضيلة عظيمة لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وأنها سيدة نساء هذه الأمة، إلا ما كان من أمها خديجة فهي سيدة فوقها، فإن فضل فاطمة من فضل خديجة، وخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت خديجة. فسيدة يعني فخديجة أفضل، لأنها خير نسائها، شملت كل من كان في زمنها من النساء إلى أن تنتهي هذه الأمة، فهي أفضل امرأة في هذه الأمة، ثم فاطمة رضي الله عنها، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الشاهد منه قول فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سر. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. أنس عندما بدأ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان عمره 10 سنوات، فكان يلعب مع الغلمان. قال: فسأل فسلم علينا، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وسلامه على الصبيان. قال: فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، تأخرت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ الأم تتفقد أولادها، مش يروح يغيبوا بالوقت الطويل وهي لا تدري عنهم شيئا. قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ عايزة برضو تشوف ان الوقت ده مش هي عايزة تعرف السر، لا، هي عايزة تعرف ان ابنها لم يقضي وقتا طويلا في ايه، في مكان اخر. قالت: ما حاجته؟ قلت: انها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. مش تقول له مثلا: ده انا امك يا ابني، لازم تقول لي الرسول قال لك ايه، ده لا، ده قالت له اوعى. وانس رضي الله عنه بعد عمر طويل لم يخبر بها احدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. تلميذ النجيم اللي من أكبر تلامذته بعد عمر طويل يقول له: والله لو حدثت به أحدا. الدليل أن أنس يحب ثابتا جدا، ثابت البناني أحد فضلاء التابعين، يقول: لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. لكن عشان تفضل المسألة محفوظة أن سر الرسول صلى الله عليه وسلم يظل حبيس صدر أنس رضي الله تعالى عنه. استفدنا من ذلك، أنا حاجة لن تفيدنا كثيرا، لكننا استفدنا من الأدب العظيم، حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ السر عموما، ولو بعد الموت، ولو بعد يعني السنين الطويلة.
رواه مسلم ورواه البخاري وروى البخاري بعضه مختصرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.